من النصوص الثابتة التي ينبغي لا يخلو منها دستور أمة مسلمة أن ينص على أنه لا يكون في البلاد قانون ولا اقتصاد ولا إعلام ولا يعني تعليم ولا شيء مثل هذه الأشياء يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. أن تكون نظم الأمة كلها منضبطة بالشرع، لأن هذه هوية الأمة المسلمة، فينص فيها يعني في الجانب التشريع، ينص فيها على أن يعني الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، الشريعة بكل مصادرها،